اقول لحضراتكم اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم. النهارده مفيش كاس العرب، اجازه النهارده، بكره الجوله الاخيره، وبعد بكره كمان الجوله الاخيره في مختلف المجموعات. لكن الدوري الانجليزي مستمر ومباريات جدا مهمه النهارده بالتحديد، ابتدت معظمها في تمام الساعه 4 عصرا. الشوط الاول انتهى ما بين ليدز يونايتد وبرينتفورد بتقدم ليدز يونايتد بهدف مقابل لا شيء. مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس تعادل سلبي بدون اهداف. توتنهام هوتسبير مع نوريتش سيتي، تقدم توتنهام بهدف للوكاس مورا، عمل الاسيست هيوم مينسون بنتيجه 1-0. اما في بالتحديد في تمام الساعه 6:30 مساء هتكون مباراه استون فيلا وليستر سيتي، وهي اخر او مش هتكون اخر مباراه الجوله، لان بكره في مباراه ايضا مهمه جدا لايفرتون ومباراه غايه في الاهميه. فده فيما يتعلق ببعض مباريات الجوله رقم 15 من البريمير ليج. اما بخصوص الدوري الاسباني اللي بيتصدره ريال مدريد وبتفوق ومنفرد في الصداره بعد التحديد، كمان برشلونه بعيد طبعا شويه وخسروا امبارح من ريال بيتيس بهدف مقابل لا شيء، وكمان اتلتيكو خسروا 2-1 امبارح، فبيغرد ريال مدريد وحيدا في الصداره بعد ما فاز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء. ففي بعض المباريات النهارده رايو فاليكانو لعب خلاص، المباراه ابتدت الساعه اعتقد 3 تحديدا مع اسبانيول، وانتهت بفوز رايو فاليكانو بنتيجه 1-0. إليتشي هيلعب كمان ربع ساعه مع قادش، وليفانتي مع اوساسونا الساعه 7:30، والساعه 10 بالليل سيلتا فيجو مع فالنسيا. اما بخصوص الدوري الايطالي فبولونيا خسران من فورنتينا 3-2 في مباراه انتهت خلاص بشكل رسمي. سبيزيا متقدم على ساسولو بهدف مقابل لا شيء، مباراة ابتدت الساعة 4، وفي نفس التوقيت كانت مباراة فينيزيا مع هيلاس فيرونا وتقدم فينيزيا بنتيجة 3-0 لا شيء. أما الساعة 7 مساء في الدوري الإيطالي فمباراة سامبدوريا مع لاتسيو، والساعة 10:15 مباراة اليوفي مع جينوا. مباريات كلها في الحقيقة غاية في الأهمية.